نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل الناقد الرياضي الاستاذ عمرو درديه. مساء الخير استاذ عمرو. مساء الخير ومساء الخير للساده المشاهدين، مساء الخير لجمهور الزمالك اللي في كل مكان، واتمنى ان تكون حلقه خفيفه عليهم. نورنا طبعا استاذ عمرو دايما. الحقيقه لو حبيت ادخل معاك في الموضوع، اديني بس الاول رايك في ماتش النهارده كده سريعا، والاجواء وحاله اللعيبه واللي بتشوفه بشكل عام. مباراه كانت صعبه لنادي الزمالك النهارده. المستوى العام للزمالك بقاله فتره يعني منخفض بعض الشيء. النهارده كان الاداء مش هو احسن حاجه. صحيح الزمالك مش احسن حاجه، لكن برضو المنافسين كمان مش احسن حاجه يعني، فالفرق مش كبير قوي. لكن فريق الزمالك بشكل عام النهارده المستوى كان اقل من المتوقع. في بعض تعديلات وتغييرات في طريقه اللعب وفي التشكيل بيعملها مستر كارترون يمكن مأثر على الاداء بعض الشيء. يمكن برضو وجود مجلس اداره منتخب، المجلس الاداره المنتخب الجديد برضو هيكون حافز الفتره الجايه، ممكن الفتره الجايه اعاده ترتيب البيت، لان اعاده ترتيب البيت مهمه جدا. احنا في مرحله صعبه في نادي الزمالك، مفيش فلوس، في مستحقات لعيبه متاخره. اعتقد ان دي فرصه كبيره جدا لمجلس الاداره اللي تولى المهمه جديد، اللي هو مش جديد، جديد القديم لان مش جديد يعني، المجلس المنتخب، ان يرتب ويعيد اعاده ترتيب البيت في المرحله الجايه. كويس جدا 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 ان نادي الزمالك حصل نوع من توقف الدوري. الزمالك هيستفاد جدا من فتره توقف الدوري، لان فتره توقف الدوري فتره مهمه لاعاده ترتيب البيت. واضح ان في بعض مشاكل، في يعني الناس كلها بتطالب لو ضرورة وجود مدرب عام، ضرورة وجود مدرب مساعد يبقى مع كارترون. وانا مع الرأي ده لسبب بسيط جدا. لنفترض ان مستر كارترون جاله مثلا كورونا، مين اللي هيقود الفريق؟ ما لازم يبقى في حد موجود. نفترض اضطرت في مباراة بتحصل، وده وارد يحصل في اي حاجة. فبالتالي وجود مدرب عام او مدرب عام مساعد مهم جدا وجوده في الفترة اللي جاية. فأعتقد أن إعادة ترتيب البيت مهمة جدا في الفترة اللي جاية. مستحقات اللاعبين المتأخرة لو صرفوها في الفترة الجاية أعتقد أن الزمالك هيعود، وهيعود بقوة، ويعني هيكون رقم في المعادلة، لأن الزمالك نادي كبير، مؤسسة كبيرة جدا، بينافس على كل البطولات اللي بيدخلها. فبالتالي نادي الزمالك رغم الظروف المختلفة عن كل أندية العالم، طبعا نادي مختلف بكل تاكيد، مختلف يعني. المشاكل اللي بتحصل في نادي الزمالك الكتيره والمتواصله من فتره طويله، لو في اي نادي تاني لا كانت هتبقى في مشاكل كتير. لكن الزمالك رغم ازماته بيكسب بطولات، رغم كل اللي بيحصل له، لكن بنلاقيه دايما موجود في الصوره، منافس في كل البطولات. الزمالك يعني رقميا انا شايف انه عنده فرصه ذهبيه ان يحقق البطوله السادسه الافريقيه المره دي، وعنده فرص كويسه جدا. برضه بطوله الدوري هو ما زال موجود في الصوره، احنا لعبنا 6 جولات فقط، فبالتالي المشوار طويل. واحنا عارفين كلنا بطوله الدوري بتعتمد على النفس الطويل. النفس الطويل يعني استقرار، استقرار اداري، استقرار فني، مجموعه اللعيبه دي تستقر معاها وتديها، ترفعها معنويا. الفتره الجايه فتره مهمه جدا 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 من عمر نادي الزمالك. واعتقد ان فريق الكوره لو الامور مشيت بالشكل اللي ماشيه بيه دلوقتي الامور هتتحسن، لان طبيعي يا كابتن محمد كيرف الاداء بينزل اثناء المباريات وبيطلع تاني. المهم ان نادي الزمالك اثناء ما ينزل الكيرف ده، وهو حاليا الكيرف نازل، انه يكسب فيستمر في البطوله. يعني المهم وانت وحش كمان تكسب، تاخد الثلاثة بونت، لان لو ما خدتش الثلاثة بونت هتبعد، والمسائل هتبعد شويه عن المنافسه. لكن الزمالك منافس وموجود، وهم 6 جولات. في ال6 جولات بشكل عام زي ما انا قلت في البدايه، الزمالك مش هو الافضل او ما قدمش افضل حاجه عنده، بس كمان المنافسين مش بعيد المستوى، يعني الفرق مش كبير. فبالتالي المنافسه لسه طويله ولسه مستمره لفترات طويله. واعتقد ان الدوري بشكل عام، لان احنا مش عارفين نهايته امتى اساسا، فهو يعني هيحسم في الرمق الاخير. هو التصريحات الى الان ان هو اخر 8 الدوري ينتهي على اخر شهر 8 يعني، لكن في توقفات كتير جدا في الفتره الجايه، فبالتالي الدوري لسه المشوار طويل جدا يعني. استاذ عمرو، يمكن انت قلت لي رغم الظروف الصعبه والزمالك على طول بينافس، بس اللي حصل السنه اللي فاتت برضه ده ما نقدرش نقول ان هو قاعده، ده حاجه استثنائيه. الظروف الصعبه 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 وفي الاخر تقدر تحقق بطولات،
ده الموضوع مش بسهولة تكراره. فأنا عايز أعرف إيه لو اتعمل السنة دي بالوضع اللي احنا فيه برضو نفس داخلين السنة برضو شوية متغيرات، والحقيقة ظروف ربنا يكون في عون اللعيبة اللي موجودة الحقيقة، عشان كده دايما أشيد بيهم إن هم عارفين بقدر الإمكان يعزلوا نفسهم. إيه لو اتعمل السنة دي نقدر نحاول نقول إيه؟ ما تفرضش الامور من بدري بدري عشان بطوله افريقيا وعشان الدوري، عشان انت لسه فرصك موجوده، وعشان كل فرقه عامله لك حساب كبير جدا جدا جدا، والناس عارفه ان انت بطل الدوري طبعا، ونفس مجموعه اللعيبه موجوده، وكمان ضاف عليهم بعض المعارين اضافوا للفرقه كارتيرون نفس المدير الفني. الا واتعمل السنه تحديدا يخلينا في قلب المنافسه رغم برضو ظروف استثنائيه. اللي لازم الزمالك يعني يشتغل عليه الفتره الجايه ان الفريق يقفل على نفسه، واعتقد ان ده هيتم في الفترة الجاية. يعني أنا متأكد أن المجموعة الموجودة هتنجح وهتقدم حاجة للفريق، هيقفلوا على الفريق. القفل على الفريق مهم جدا جدا جدا، لأن يمكن الفترة اللي فات كان في نوع من الإيه، بعض الانفلات. الانفلات ده أو تسريب الأخبار وإن بطنك تبقى بره، دي بتعمل مشكلة وبتسبب نوع من القلاقل للفريق. دايما بيبقى فيه نوع من الاهتزاز في المستوى. لو قفلت على الفريق في الفترة الجاية، لو حليت مشاكل الفرقة اللي هي المشاكل المادية في المقام الأول، وأعتقد إن هتتحل في الفترة الجاية في حلول للمشاكل المادية دي. فبالتالي لو حصل الكلام ده كله، أعتقد الزمالك منافس قوي جدا. الزمالك هو البطل، هو حامل اللقب، فبالتالي هو صاحب أكبر فرص ان يستمر في اللقب، خصوصا ان مجموعه اللاعبين زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هم نفس مجموعه اللاعبين اللي كسبوا البطوله السنه اللي فاتت، ونفس مدير وفي ظروف صعبه جدا. وفي مناخ كان يعني صعب جدا، ويعني اقصى المتفائلين ما كانش يتوقع ان الزمالك يكسب البطوله. بس تكراره مش هو قاعده، مش قاعده طبعا. الاستثناء اول عملته صفه استثناء، مش قاعده، بس الفتره الجايه حاليا في مجلس منتخب، الفترة الجاية في انتخابات، فهيبقى في مجلس منتخب مستمر لأربع سنوات. أعتقد ده مناخ يساعد على يعني إيجاد كثير من الحلول. بس أنا لحد الفترة الجاية أستاذ عمرو عندي مثلا حوالي شهرين، نقدر نقول شهرين لحد ما في فترة جاية. في الشهرين دول أنت لازم تعيش، فمحتاج برضو ده وعيش بيه. توقفات كتير يا كابتن محمد في الشهرين دول، وده من حظ الزمالك ان عنده توقفات كتير. فالتوقفات الكتير دي هتخدم الفرق، عشان كده انا بقول لحضرتك الفريق حتى لو هو في اسوأ حالاته لازم يكسب، فلازم تلعب دايما على المكسب، ولازم الكل يساند. انا حتى بدعو جماهير الزمالك، لان جمهور الزمالك انا يعني شايفه على مواقع التواصل الاجتماعي بينتقد الفريق وبينتقد المدير الفني وبينتقد بعض اللعيبه. لا 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 يا جماعه، احنا مع هؤلاء اللاعبين المجموعه دي، لان انت ما تقدرش تغيرها، انت ما عندكش قيد، القيد واقف، ما عندكش، مش هتقدر تضيف لعيبه جديده. فانت لازم تساند اللعيبه بتاعتك، ولازم تساند المدرب بتاعك، ما عندكش حلول تاني. يعني انت لازم تفرض نوع من الاستقرار، لازم الجمهور يقف ويساند، يقف ورا خلف مجلس الاداره، يقف خلف فرقته، يقف خلف لعيبته، لان ده مهم جدا في الفتره الجايه. هو ده اللي هيفرض الاستقرار، يعني هيكون عامل مهم جدا في فرض الاستقرار ده اللي ممكن يرجع البطوله. انا شايف ان مش صعبه جدا ان الزمالك السنه دي ياخد البطوله، يعني في اسس كتير وفي عوامل كتير موجود. ممكن تخلي الزمالك موجوده، تخلي الزمالك يكسب، منها مجموعه اللعيبه دي، ان هم عندهم الخبره، السنه اللي فاتت كسبوا البطوله، يعني بسهوله يقدر يكسبها السنه دي. هو بس المناخ يبقى مناسب، بالتاكيد الفرقه هترجع وهتكسب ان شاء الله. بس طب خلينا قبل ما اكمل حواري مع حضرتك اخد من خلال زوم الاعلامي الرياضي الفلسطيني الاستاذ ادهم سلامه. مساء الخير عليك يا استاذ ادهم. الله يسعد مساك استاذ محمد، كابتننا الكبير محمد ابو العيله، تحيه كبير لك ول الاستاذ الفاضل عمرو الدغدير رئيس المنظومه العربيه في نادينا الحبيب نادي الزمالك. يعني نرسل اليكم تحيات معبقه بالفل والياسمين من اهلنا في قطاع غزه على وجه الخصوص، وفلسطين على وجه العموم المحب دائما الى النادي الملكي والمتابع بكل قوه وشغف نادينا الحبيب نادي الزمالك. اهلا وسهلا فيكم، منورين قناه نادي الزمالك دائما. تحياتنا طبعا لحضرتك، ومنورنا في قناه نادي الزمالك، وتحياتنا كمان للشعب الفلسطيني طبعا، حبايبنا اكيد ما فيش شك، وعارفين كمان ان في زملكاويه كتير قوي قوي في قطاع غزه وفلسطين بشكل عام. لو دخلت معاك في الموضوع طول، وطمنتني على استعدادات منتخب فلسطين والتجهيز لكاس العرب. نعم، يعني المنتخب الفلسطيني عسكر في الدوحه منذ
الموضوع، وكان أول المنتخبات الواصلين إلى الدوحة للمشاركة في البطولة المقامة في العرب في قطر، كأس العرب. الجهاز الفني بكل تأكيد فضل إقامة المعسكر بهدف الانسجام بين اللاعبين المحليين والمحترفين، ممن سمحت لهم أنديتهم بالتواجد رفقة المنتخب الفلسطيني. هذه هي البطولة أستاذ محمد لربما تتيح للاعبين فرصة الاحتكاك مع عدد من أفضل المنتخبات العربية، بكل تأكيد الحديث عن المغرب، الحديث عن السعودية، كذلك الحديث عن المنتخب الأردني. نترقب يعني أداء مشرف من المنتخب الفلسطيني، نترقب تطور في هذا الأداء و تقديم أفضل أداء خلال منافسات هذه البطولة التي تعد لربما بطولة قوية يخوضها المنتخب الفلسطيني في ظل منتخبات قوية يعيش معهم يعني هذه التجربة وهذا الاحتكاك مع لربما منتخبات من أقوى المنتخبات العربية. الأجواء هنالك في الدوحة إيجابية، كنا على اتصال مع بعثة المنتخب مساء هذا اليوم، يعني اللاعبين لديهم العديد من الحماس والشغف لخوض غمار كأس العرب الذي يترقبها يعني جميع أبنائنا ومحبينا بكل تأكيد في الوطن العربي. أنا عندي معلومات أن المنتخب الفلسطيني ما فيهوش المحترفين اللي بيحترفوا المحترفين في كل أندية العالم. عايز أسألك كمان على فكرة أن هو الاستعداد طبعا من غير لعيبة المحترفين بتوعك، هل الدوري متوقف في فلسطين؟ الدوري الفلسطيني؟ لا، الدوري في هذا الوقت بكل تأكيد متوقف. المباريات تنطلق في الرابع من كانون من شهر 12 القادم. بكل تأكيد اللاعبين هنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، في الحديث بكل تأكيد عن الدوري الغزي، اللاعبين المحترفين فقط هم من استقطبهم المنتخب، يعني باستثناء حارس لدى المنتخب اللاعب عبد الله شقفة حارس فريق شباب رفح الذي يلعب الدوري الغزي، بمعنى ان يعني الدوري مستمر ولا يتوقف في هذا الامر. طيب طبعا عارف ان المنتخب الفلسطيني معاه في المجموعه منتخب المغرب والسعوديه والاردن، الحقيقه مجموعه برضو نقدر نقول عليها مجموعه مش سهله. منتخب المغرب من المنتخبات المصنفه بشكل مميز، منتخب السعوديه منتخب قوي، منتخب الاردن برضو ليه صولات وجولات. قول لي شايف تقييمك للمجموعه دي ازاي وشكلها ايه؟ تاكيد يعني مجموعه موت، مجموعه صعبه تضم اقوى الفرق العربيه، الحديث عن المغرب، الحديث عن الأردن، الحديث حتى عن يعني منتخب قوي حتى ولو أنه يلعب في الـ يعني الاحتياطيين. هذه المجموعة تضم نخبة من الشباب، الحديث بكل تأكيد عن منتخب السعودية، مباراة ومجموعة صعبة للمنتخب الفلسطيني حينما يبدأ المباراة الأولى له مع حامل اللقب منتخب المغرب. يعني التحدي بكل تأكيد حينما يواجه منتخب السعودية وكذلك منتخب الأردن في غياب عدد من المحترفين لربما مؤثرين جدا، الحديث عن عدي دباغ، الحديث عن النجم محمود وادي، عن بدر موسى، عن يعني صالح شحادة، الحديث بكل تأكيد عن بابلو برافو، عن جونثان سوريا. هؤلاء اللاعبين رفضت الأندية المشاركة مع المنتخب الفلسطيني بسبب التزاماتهم مع هذه الأندية، لكن كفلسطينيين نثق في الفريق المتواجد في الدوحة، اللاعبين لديهم الجرأة، لديهم الإمكانيات، سيقدمون يعني كل ما يملكون في هذه البطولة التي ربما تعد هي الأقوى. بكل تأكيد غياب المؤثر المحترفين سيؤثر على أداء المنتخب الفلسطيني، لكن لربما الهدف من هذه المشاركة هو أن نخوض هذه المباريات، أن يكون احتكاك، أن تكون هنالك تجربة لدى اللاعبين الفلسطينيين، وخصوصا الجميع يعلم ما تمر به هذه الدولة الفلسطينية الجميلة من ظلم اليهود والحروب المستمرة على قطاع غزة وكذلك الاعتداءات في الضفة الغربية. فبالتالي يعني تجربة المنتخب الفلسطيني في هذه المجموعة أقل، الإمكانيات هي أقل، لكن تبقى الروح، تبقى العزيمة، يبقى الإصرار لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني، وهذا ما طمأننا من خلال التواصل مع البعثة المتواجدة في الدوحة قبل. ما فيش شك الحقيقة، رغم ممكن يكون مش كل المنتخبات رحب محترفيها، لكن
المكاسب اللي ورا البطوله دي في وجهه نظري ليها ابعاد كتيره جدا 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 جدا. طيب لو سالتك بقى عن الجماهير الزملكاويه اللي موجودين في فلسطين تقول لي ايه؟ هذا يعني وكانك بكل صراحه انا بالمناسبه يعني مقدم برامج رياضيه على قضيه القدس على قناه امواج الرياضيه حتى على اذاعه امواج الرياضيه. بالمناسبه انا زملكاوي الانتماء ودعني اكشف هذا السر لك. نتلقى لربما مئات الاتصالات في اليوم، يعني اتحنا للجماهير الفلسطينيه المشاركه ان كان عبر الاذاعات المحليه الرياضيه او كذلك عبر البرامج الفضائيه، وبكل تاكيد هنالك فقره تتحدث عن الاهلي والزمالك. في كل بيت في فلسطين يوجد زملكاوي، في كل لربما ملعب تشاهد فانيلا يحملها لاعب او يلبسها طفل هي فانيلة النادي الزملكاوي. حتى قبل عدة أيام كان هنالك تقرير على إحدى الفضائيات الفلسطينية، فضائية القدس اليوم، كانت متواجدة مع رجل في الستينات لديه 7 من الأبناء. في كل موسم كان على سبيل المثال تكون النجومية لحمادة إمام، فبالتالي في هذا الموسم بيجي ولد، يعني زوجته بتخلف ولد، فبالتالي بسميه حمادة تيمناً بالكابتن الكبير حمادة إمام. في السنة الأخرى بيجي على سبيل المثال حازم فتيمناً، أو بيجي طفل عفواً تيمناً بالكابتن حازم إمام، بس بطلق عليه اسم حازم، وهكذا 7 من لاعبي نادي الزمالك يطلقهم على أبنائه. وهذه حالة من حالات كثيرة هنا في قطاع غزة شعبية الزمالك. طب احنا كده عايزين 4 كمان عشان نكمل الفرقة استاذ ادم، عايزين 4 كمان. طبعا طبعا الكثير يعني حالات كثيرة في قطاع غزة اسماء ابنائهم على اسماء لاعبي نادي الزمالك، لربما مئات البيوت علم الزمالك يكون معلق في الغرف البيتية. حتى في مشاهدة ومتابعة المباريات المحلية هنا في قطاع غزة بتلاقي الجمهور بيكون رافع علم، بيكون لابس فانيلا، بمعنى أن الفانيلا البيضة بخطين حمر متواجدة في كل حتة، في كل شارع، في كل منطقة ومدينة، ليس فقط في قطاع غزة بل في فلسطين. الحديث أيضا عن إعلاميين كثر في الضفة المحتلة زملكاوية الانتماء، الحديث عن لاعبين في المنتخب الفلسطيني، الفريق المفضل في المقام الأول هو فريق الزمالك، والحديث عن حالات كثيرة في أنديتنا الفلسطينية وأبرز نجومها وكذلك أبرز نجوم المنتخب الفلسطيني يشجعون وينتمون في المقام الأول إلى نادي الزمالك، ولربما اندخلوا في مشادات كلامية وفي حوارات تشعر وكأنهم ولدوا في نادي الزمالك. والله فرحتني وكلام جميل جدا جدا، بشكرك طبعا الإعلامي الرياضي الفلسطيني الأستاذ أدهم سلامة، كل الشكر لحضرتك وكل تحياتنا لكل حبايبنا في فلسطين طبعا الغالية. استاذ عمرو ليك تعليق على موضوع طبعا كل التوفيق الاول للمنتخب الفلسطيني الشقيق، وان شاء الله يحقق نتائج كويسه، هو طبعا في مجموعه صعبه بس ان شاء الله يحقق نتائج كويسه. وعايز اشيد بربطه الزمالك، ابناء الزمالك في فلسطين، ربطه ابناء الزمالك في فلسطين ربطه فعلا، ربطه بتشتغل بشكل قوي جدا. الزمالك شعبيته في فلسطين شعبيه جارفه فعلا زي ما هو بيقول، في كل بيت انا بتجيلي تليفونات كتير واتصالات كتير من ناس في فلسطين بتشجع الزمالك. الزمالك شعبيته جارفه جارفه في فلسطين وقطاع غزه والقدس وكل فلسطين، شعبيه كبيره جدا، الرابطه فعاله وبتشتغل بشكل جيد، ربنا يوفقهم ان شاء الله. ونادي الزمالك طبعا معاهم بالتاكيد في كل الامور اكيد. طب لو حبيت بالنسبه لكاس العرب افندم، على كاس العرب لو حبيت اخد ما انا كنت عايز اتكلم على كاس، بالنسبه بقى لكاس العرب انا يعني هي بطوله مهمه جدا، كمان العائد المالي بتاعها عائد كويس، لابد ان المنتخبات تروح تنافس وتنافس بقوه، لان ده محك مهم جدا. واعتقد ان البطوله دي اذا نجحت هتبقى هتعمل شعبيه كبيره للبطوله دي، لبطوله كاس العرب في السنوات القادمه، لان النسخه دي نسخه جديده ونسخه لاول مره، فبالتالي هتكون مهمه جدا لكل المنتخبات العربيه في الفتره الجايه، والكل انا متاكد ان هيتنافس عليها بقوه، لان العائد المادي بتاعها كويس، منافسه قويه، لان فرق
الفرق المنتخبات العرب منتخبات قويه لا ومكاسب ثانيه خالص كمان غير الماديات والله. طبعا. فكره ان انت بتتجمع وفكره ان انت بتسوق كمان المستويات عاليه جدا، المستويات عاليه المنتخبات العربيه دي معظمها مستويات عاليه جدا، فبالتالي المنافسه هتكون منافسه قويه جدا وشرسه، مش هتقل عن البطوله الافريقيه، فبالتالي هي بطوله مهمه. اتمنى ان منتخب مصر يعني يقدم مستوى عالي في البطوله دي، واتمنى انه يكسب البطوله، رغم ان عندي تحفظات، بعض التحفظات على التشكيل وعلى الاختيارات مستر كروش للبطوله دي، خصوصا لعبت الزمالك، لعبت الزمالك اتظلمت جدا. يعني انا كنت ارى ان لاعب زي شيكابالا نجم كبير جدا هو موقوف محلي، لكن ممكن تاخده عربي ويلعب بطوله كاس العرب، دي بطوله مهمه يعني هتؤرخ واسم كبير كمان. طبعا هيبدا يفرق معاك كمان فعلا في الموضوع، كان هيفرق معاك لاعب زي شيكابالا لو انت خدته في البطوله دي هيفرق معاك جدا. شيكابالا موهوب، لاعب كبير جدا، نجم كبير جدا، محبوب. البطولات دي محتاجه اللعيبه اللي هي النجوم والستارز الكبار دول، فبالتالي وجود شيكابالا كان يفرق جدا. طارق حامد، طارق حامد طبعا يعني مسمار خط النص، لاعب موجود تقريبا من 2015 للنهارده، عمره ما خرج من المنتخب، لاعب مهم جدا، لاعب محوري، نادي الزمالك معتمد عليه اعتماد كبير جدا في المباريات. طارق حامد شفنا في ماتشات ليبيا وفي في الماتشين الاخرانيين بتوع المنتخب، شفنا قد ايه انجولا وجابون، انجولا وجابون، شفنا قد ايه وسط خط وسط المنتخب يعني عانى بشده في عدم وجود طارق حامد، فليت كابر وما تاخدش طارق حامد يعني. لا، في لاعيبه كتير كان مهمه تكون موجوده في بطوله زي كده. انا شايف ان شيكابالا كان لازم يكرم في بطوله زي دي، ولازم كان يكون موجود. وجود شيكابالا في بطوله زي دي هيزيد من قوه البطوله، هيدي للبطوله صخب. شيكابالا لاعب كبير جدا، نجم كبير جدا، جماهيريه عربيه كبيره، طبعا جماهيريه ضخمه جدا، حدث ولا حرج عن شيكابالا. فكنت اتمنى ان يعني تعويضا لايقاف شيكابالا اللي هو احنا مش فاهمينه ليه، تعويضا لده ان كنت تاخده منتخب تلعبه في بطوله كاس عرب، دي حاجه يعني نوع من التعويض للاعب كبير بحجم شيكابالا. دي انا يعني الملاحظه. وبرضه ايضا عايز اتكلم على ابو جبل، اذا كان انت ما هو غاب الشناوي في ماتش او ماتشين عن ماتشين عن النادي الاهلي، ومع ذلك خدته المنتخب. ابو جبل غاب ماتش وده الثاني، بس هو يعني من ماتش واحد شاله قبل الماتش ده، فبالتالي يعني انا مش شايف ليها معنى ان ابو جبل يبعد لمجرد ان يغيب مباراه. فيعني انا مش عارف، لا وزيزو وعمر السعيد ويعني كذا اسم. الحقيقه انا بنتكلم عن النادي اللي يعني بنادينا عشان ده دول يخصونا، والحقيقه احنا مش بنتكلم على حد يعني مش منور او مش مميز. صحيح صحيح، بنتكلم على زيزو، راجل مهم جدا وهداف الدوري. نفس كلام عمر السعيد، ماشي بشكل كويس جدا واحد هدافين الدوري. ابو جبل زي ما انت قلت، حتى لو ما خدش ابو جبل ليه مش عواد؟ عواد برضو طبعا الماتشات اللي فاتت واشتغل بشكل مميز جدا يعني مثلا. مركز مهم من مركز مهم، ووجود حارس من الزمالك في بطوله زي كده ده خبره كبيره. اصل خد بال حضرتك ان حارس مرمى نادي الزمالك ده حارس لازم يكون مميز لسبب بسيط جدا، هو بيلعب اكتر عدد من ماتشات هو النادي الاهلي، هم اكتر اتنين بيلعبوا ماتشات طول الموسم، فبالتالي عندهم خبرات كبيره، خبرات عاليه، وجودهم مهم جدا. فالاعتماد على الشناوي فقط انا شايف انه مش صح. شناوي حارس كويس ومحدش مش ضده يعني، لكن انا بتكلم الاعتماد على حارس واحد فقط لا، انا شايفه صح. ماتش ليبيا التانيين ابعد منه بشويه، حصل ماتش ليبيا ابو جبل ده نزل لعب وكان في وقت صعب ماتش ليبيا اللي هناك اللي هو كان العوده هناك في ليبيا، وظهر بمستوى كويس جدا. فبالتالي يعني انا مش عارف، يعني مش لاقي معنى ان ابو جبل يبعد عن المنتخب في التوقيت ده، مش لاقي لها يعني اي تفسير. اتمنى ان كروش يعيد النظر في الناس، او يعني يفكر بعد كده في اي بطوله شيكابالا، وجود شيكابالا يضيف لاي بطوله. شيكابالا مهم جدا، لعيب كبير، لعيب يضيف لبطوله زي كده. انا كنت شايف ان كان يعني وجوده اساسي جدا، ما اعرفش اتحاد الكوره ما تدخلش ليه، او ما عملوا يعني متقاعسين ليه في الدور ده، انا مش فاهم. لكن كنت اتمنى ان ياخدوا شيكابالا تعويضا عن ايقافه اللي هو ما كانش ليه مبرر، اللي هو خرج رئيس اتحاد الكرة نفسه وقال ان هو قال لي يا اهلاوي، يعني ما قالش حاجه، يعني ما فيش حاجه، يعني ما فيش اي نوع من الاهانه او اي حاجه،
فبالتالي انا كنت شايف ان شيكابالا تعوضه بده، وخصوصا ان شيكابالا عدى 6 مباريات على ايقافه، يعني خلاص باقي له مباراتين، باقي له مباراتين فقط وينتهي الايقاف. اتمنى ان مجلس اداره يتدخل ويتدخل مع اتحاد الكوره ويرجعه قبل المباراتين دول، لان ده مهم جدا، مش عشان شيكابالا وجوده فقط، لا ده مهم النادي الزمالك. يعني انا شايف ان لاعب اتظلم بالشكل ده وخد حكم طب تنفيذا للاحكام، لابد ان شيكابالا يرجع، فاتمنى ان شيكابالا يبقى موجود في الفتره الجايه طالما الاحكام كده كانت بتنفذ. يعني كمان الحاج عامر حسين، كنت انت مع انهي قرار؟ الحاج عامر حسين كان مقدم مقترح لاستكمال الدوري والسفر بمنتخب الشباب، يمكن ده تعارض طبعا مع فكره اللي حضرتك بتقولها ان شيكابالا واللعيبه اللي ممكن يعني ذو جماهيريه كبيره تروح. كنت تفضل انهي، ان نروح منتخب الشباب ونكمل الدوري عشان ضغط الدوري، ولا حتى لو رحت بالمنتخب زي ما انت قلت تاخد النجوم اللي انت زي ما ذكرتها زي شيكابالا او غيرهم؟ يعني ده انا مع ان تاخد النجوم، لان البطوله دي انا شايف انها مهمه جدا، بطوله عربيه، بطوله عربيه للمنتخبات، لابد مصر تكون مشاركه بفريق كويس جدا، ولابد ان مشاركتها تكون مشاركه مؤثره، ومنتخب مصر لابد انه يروح ينافس، يعني ده الوضع الطبيعي بتاع مصر، مصر قلب العروبه، فلابد انك انت تبقى موجود وموجود بشكل كويس. اتمنى ان ياخد النجوم الكبار ويشارك بشكل كويس، لان منتخب مصر لازم يظهر بشكل كويس، والتاريخ هيكتب ان البطوله دي اللي هي اول بطوله بالنظام ده هيكون مصر مثلا كسبتها مثلا، تاريخ هيكتب ده. فانا كنت اتمنى ان يبقى النجوم وعلى راسهم شيكابالا موجود. كنت عايز اخد حضرتك فكره لجنه الانديه او رابطه الانديه المحترفين لكره القدم، كان يمكن ايه اللي انت شايفه اتغير من ساعه ما اللجنه تولت؟ ايه الجديد السنه دي في شكل الدوري؟ ايه اللي عجبك؟ ايه المميزات؟ ايه الحاجات اللي ممكن نحاول نقدر نعالجها؟ كمان فكره المطالبه بزياده اعداد الجماهير، شايف ان الناس بتطالب بزياده اعداد الجماهير، قول لي رايك ايه في القصه دي؟ عايز اقول ان رابطه الانديه المحترفه او الرابطه الانديه المصريه عملت يعني مجهود وشغل خلال الفتره الصغيره اللي اتولت فيها، يعني القاسي والداني لازم يشيد بيها، عملت شغل كويس جدا، مجموعه اجتهدت وعملت شغل كويس. كمان الرابطه دي شفنا على ايديها عوده الجماهير، وده كان قرار صعب جدا بقاله فتره طويله ما كانش حد قادر، يعني ما يعني الخطوه دي كانت خطوه صعبه، لكن هم قدروا يعملوها بالاشتراك مع تذكرتي، وده عملوا حاجه كويسه جدا. انت النهارده لما حصلت مشكله من بعض الجماهير بنظام تذكرتي قدرت تحدد مين وايه اللي ممكن يحصل واديت عقوبات، فانا شايف رقم يعني انت كم عدد ورقم معين وشويه يعني عدد الجماهير بالعدد بالظبط، فدي حاجه تحسب للرابطه. ثانيا النقل التلفزيوني بتاع المباريات، الدوري المصري دخل بشكل مختلف، شفناه بشكل مختلف تماما بسبب النقل التلفزيوني المختلف، في نقل بشكل اكتر، عدد كاميرات اكتر، شفنا طريقه البث طريقه مختلفه، فلا الدوري بدا يظهر، ان الدوري يظهر زي الدورات الكبيره اللي في العالم. فكل ده مجهود للرابطه، عملت مجهود بصراحه تشكر عليه ومجهود رائع، لكن محتاجين في الفتره الجايه حاجات تانية، يعني احنا طبعا طماعين، شيء طبيعي ان يعني مثلا النهارده بتسمح مثلا ب 1000 متفرج، لا احنا محتاجين نزود الاعداد دي، خصوصا في المباريات الجماهيريه محتاجين نزود الاعداد دي. كمان مش على مستوى الجماهير فقط، لا محتاجين، ودي حاجه مهمه جدا للرابطه انا من وجهه نظري، اللي هو عائدات البث، عائدات البث الفضائي، عائدات البث الفضائي في العالم كله الناس كلها بتنظر لها، موضوع مهم جدا، وده من اختصاص الرابطه. أنا طبعا أنا متأكد إن الرابطة هتعمل لائحة، ولائحة مهمة في الفترة الجاية للموسم الجديد أو للموسم اللي إحنا فيه ده لعائدات البث. إحنا في مصر يعني اشتغلنا بطريقة أنا كنت يعني شايف إنها غلط في الفترة اللي فاتت قبل وجود الرابطة، اللي هو كل واحد بيبيع فردي، يعني نادي الأهلي بيبيع فردي، نادي الزمالك بيبيع فردي، نادي الإسماعيلي كل واحد بيبيع مع الاتحاد والإسماعيلي تقريبا مع بعض بيبيعوا مباراتهم مع بعض، مش عارف مين يعني، فكل واحد ايه بيبيع فردي وبياخد فلوس فردي مع الشركة الراعية. لا انا الفترة الجاية الرابطة مش هينفع الكلام ده، هتبيع بيع جماعي، وضع طبيعي، لان الرابطة هتعمل لائحة وهتعمل نظام جماعي لتوزيع العائدات. توزيع العائدات ده هو المهم، هي القصة دي كلها، توزيع العائدات هي دي القصة. النهارده مع كامل احترامي
النادي الاهلي مثلا تقريبا بياخد حوالي 100 مليون من 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 عائدات البث، في حين ان في انديه ما بتلحقش 4 5 مليون، ففرق كبير، فرق ضخم جدا. نادي الزمالك هو رقم 2 بعد الاهلي في 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 العائدات اللي بتجيله. لا احنا يعني لازم نفكر في، او الرابطه تفكر تعمل لائحه، يا اما تطبق مثلا نظام الالماني او نظام الانجليزي الإيطالي، الدوري الانجليزي او نظام الدوري الايطالي، الدورات الكبرى في العالم الاسباني، الدورات الكبرى، حتى الدوري السعودي شفناه في النظام كويس برضه، بدا يسوق ويوزع عائدات كويسه وبدا يعني يسوق ويبيع. كمان الرابطه لازم مش كمان على مستوى توزيع العائدات فقط تعمل لائحه وتصوت عليها الاعضاء الموجودين، لا كمان مطلوب منها انها يعني تعين ناس تبقى بتسوق للدوري المصري بره مصر، لان مهم جدا الدوري المصري يتسوق، زي الدوري الاسباني ما سوقته في ناس بتشتريه، الدوري المصري ممكن ناس تشتريه بس هو ما فيش حد بيسوقه. محتاج الفتره الجايه الرابطه، وده موضوع مهم جدا، ان الرابطه لازم يعني تعين ناس او تتعاقد مع شركات تسوق الدوري المصري، المنتج ده يتسوق بره، خصوصا ان بقى منتج محترم دلوقتي، يعني بعد الرابطه المنتج بقى مختلف تماما. فانت عندك منتج كويس جدا، ليه المنتج ده ما نسوقهوش كويس بره عشان نبيع الدوري؟ لا ممكن دول تانية تشتري الدوري ده وتستمتع بيه، زي ما احنا مثلا بتشتري الدوري الانجليزي، بعض الدول بتشتري الدوري الانجليزي، والناس بتشتري الدوري الاسباني وتتفرج عليه، والايطالي، وليهم مشجعين في العالم. الدوري المصري ممكن يكون ليه مشجعين في العالم، ممكن تسوقه في الدول العربيه، أفريقية. ناس كتير تحب تتفرج عليه. مباراه الاهلي والزمالك قمه كبيره جدا، ناس كتير تحب تتفرج عليها في الوطن العربي وفي افريقيا وفي كل حته. فبالتالي محتاجه العمليه مساله علميه شويه، ومحتاجه ان يكون في ناس تسوق الدوري ده، تسوق المنتج ده، لان ده هيديك عائد اكبر. يمكن عائد الدوري المصري تقريبا حاليا، عائد البث يعني البث الفضائي، تقريبا 250 مليون. تقدر تزود الرقم ده بشكل كبير جدا في الفترة الجاية إذا ما اتعاملت مع المنتج ده بشكل مختلف وسوقته بشكل مختلف. طب لو خدت حضرتك فكرة بطولة كأس مصر، كان في تصريحات أو تضارب أقاويل بعد تصريحات الحاج عامر حسين بإن في احتمال إلغاء كأس مصر القديم اللي هو اللي لسه ما انتهاش، ويتلعب كأس مصر الجديد. قول لي شايف التصريحات دي إزاي، أو تضارب التصريحات دي ماشي إزاي؟ ده هو طبعا تضارب التصريحات. أعتقد كمان يعني الحاج عامر حسين مع كامل الاحترام ليه، اعتقد ان هو مش مسؤول عن يعني تصريحه، يمكن لو كان كده يعني جنبه الصواب، لان هو مش مسؤول عن الغاء كاس مصر او اقامه كاس مصر، لان كاس مصر تابع لاتحاد الكوره مش تابع لرابطه الانديه. فبالتالي وجود بطوله كاس مصر وجود مهم جدا. البطوله احنا عندنا ثلاث فرق وصلت للدور القبل النهائي، منهم الزمالك. فبالتالي خلاص انت باقي لك فريق واحد بس اللي هو اللي هيتأهل لدور قبل النهائي، اللي هو ما بين الأهلي وبيراميدز، هو ده المباراة اللي عاملة المشكلة كلها. يعني هي المباراة دي لو أقيمت خلاص أنت عرفت الطرف الرابع في المربع الذهبي، المباراة دي دايما في كأس مصر تكمل البطولة، المباراة دي دايما في كأس مصر بتعمل مشكلة. بقى لها كذا سنة يعني عاملة مشكلة، بيوقف البطولة في المباراة دي. لكن أنا شايف إن لازم بطولة كأس مصر تستكمل، مهم جدا ان البطوله دي تكمل، لان حق الانديه، ده حق الانديه. يعني ناس عملت مجهود وتعبت ووصلت للدور قبل النهائي، وبعدين نقف فجاه ونقول لا اصل استنى شويه، اصل نستنى، ومحاولات لالغاء البطوله، لا ما ينفعش الغاء البطوله، لا خلاص البطوله اقيمت، كل الانديه خلاص مستنيه. بس مش معقول هنقعد نستنى غير ما يعني الفرق اللي كانت واقعه تشد حيلها، هو ده فنلعب البطوله. انا بحس ان في حد بيختار توقيتاتها الحقيقه، دي بتبقى يعني بصراحه يعني امر غير مفهوم ومرفوض تماما، ولا بد ان عوده بطوله كاس مصر وتقام بنفس النظام زي مع الدوري، تمشي مع الدوري وتنتهي بعد الدوري زي كل العالم. لكن اللي احنا الفوضى اللي كانت حاصله في السنوات السابقه اتمنى انها ما تتكررش تاني، لان بطوله كاس مصر هي البطوله الاقدم والاعرق، وناقص فيها 3 4 مش في مصر فقط، دي هي البطوله الاقدم والاعرق مش في مصر فقط، ده في الوطن العربي وفي افريقيا وفي المنطقه كلها، ناقص 4 ماتشات فيها، وقيمه سنه 21 يعني هي اقوى بطوله، ممكن تلعب في 6 ايام 3 ماتشات دول او 4 ماتشات. طيب طبعا للاسف وقتنا خلص سريعا. استاذ عمرو الدردين الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، نورتني. طيب كده النهارده وقتنا انتهى وحلقتنا انتهت، ان شاء الله نشوف حضراتكم بكره وبرنامجكم زملكاوي. تصبحوا على خير.